السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا المقطع الجديد والذي هو بعنوان من نوادر النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر كان ملكا من الملوك، وكان في الجاهلية قبل أن يسلم كان سن لنفسه قانونا معينا بأن له يوم خير ويوم سوء. يوم الخير ده لو خرج من قصر بتاعه أي واحد يقابله يعطيه كل ما يتمناه، ويوم السوء أول واحد يقابله في اليوم ده لابد أن يطبق عليه عقوبة الإعدام. هو عمل لنفسه القانون العجيب ده. فالمهم، في يوم من الأيام، وكان من أيام السوء، فخرج فلقي رجلا صالحا، قال له: تعالى انت نصيبك النهاردة تتعدم. قال له: طب وماذا جنيت؟ قال له: ما جنيت شان، هو القانون بتاع النهاردة يوم السوء، وانت قابلتني في يوم السوء، أول واحد قابله لازم أعدمه. فقال: إن لله وإنا إليه راجعون. فأخذه إلى القصر فقال له، طيب الراجل بقى اللي هو اللي اتاخد، الرجل الصالح ده، قال له: أيها الملك، يعني هل تأذن لي أن أذهب إلى أهلي وبيتي وزوجتي وأولادي حتى أوصيهم وأعطيهم هذا المال الذي معي ثم أعود إليك فأقتل؟ قال: ومن يضمن لي أن تعود مرة أخرى؟ مين يضمنك عندي؟ فنظر الرجل الصالح هذا إلى حاشية القصر فاستملح رجلا يبدو عليه علامات الصلاح، اسمه شريك، كان من الحاشية الموجودين عند الملك اللي هو النعمان ابن المنذر. فنظر إليه فقال: ما اسمك؟ قال: شريك. فقال له: يا شريك، هل تضمنني عند الملك حتى أذهب إلى أهلي أودعهم وأوصيهم وأترك لهم المال ثم أعود إليك؟ قال: نعم، قد ضمنتك. فالنعمان بن منذر نظر إلى شريك وقال له: يا شريك، تأمل ما تقول، فإن لم يعد الرجل ستقتل أنت مكانه. قال: نعم أيها الملك، قد ضمنت هذا الرجل. فالرجل أرى عليه علامات الصلاح. المهم، هذا الرجل الصالح ذهب إلى أهلي وقال النعمان بن منذر، قال: متى ستعود؟ قال: والله يعني إن بلدي بعيدة فسأعود إليك بعد 3 أيام. قال: نعم، أنا في انتظارك. المهم، ذهب الرجل إلى أهله فودعهم وأوصاهم وذكرهم بالله عز وجل وجعلهم يحتسبون عند الله سبحانه وتعالى، وترك لهم المال الذي معه. ثم بعد ذلك مرت 3 أيام. فالمهم إنه عمر بن المنذر جمع بقى حاشية القصر وجمع الناس بقى، الشعب كله في الساحة التي أمام القصر وفي انتظار إن الرجل يرجع. طب الرجل ما رجعش، فما كان منه إلا أن قال لشريك: أنت ضمنت الرجل والرجل لم يعد، ما عندي الآن إلا أن أقتلك. فقال له شريك: إن لله وإن إليه راجعون، قد فعلت ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، والآن أنا أتحمل ما فعلت. المهم، فقدمه من أجل أن يقتل، فلسه هيقتله بالسيف وإذا بالناس يقولون: أيها الملك، هناك رجل قادم من بعيد. فقال: انتظروا، لا تقتلوه الآن. فجاء الرجل وكان هو نفس الرجل الذي حكم عليه بالإعدام. فلما جاء تعجب النعمان بن المنذر، قال: سبحان الله، أنا حكمت عليك بالإعدام ظلما وجورا بقانون أنا الذي وضعته، وأنت قلت ستذهب إلى أهلك وتعود بعد 3 أيام، وشريك قد ضمن أن يكون مكانك، فما الذي جعلك تعود مرة أخرى وأنت تعلم أنك ستقتل لا محالة؟ قال: أيها الملك، خشيت أن يتحدث الناس أن الوفاء قد ذهب من قلوب الناس. فنظر الملك إلى شريك، قال: يا شريك، وأنت لماذا ضمنت هذا الرجل وأنت كنت الآن ستقتل مكانه؟ قال: أيها الملك، خشيت أن يتحدث الناس أن المروءة قد ذهبت من قلوب الناس. فابتسم الملك النعمان بن المنذر وقال: وأنا قد عفوت عنكما لئلا يتحدث الناس أن العفو قد ذهب من قلوب الناس. ثم بعد ذلك أكرم الله عز وجل النعمان بن المنذر فأسلم، وقطع الله عز وجل عادة السوء عنه إلى أن لقي الله عز وجل. هكذا كان هذا الموقف الذي كان من نوادر النعمان بن منذر. أسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بطاعته في الدنيا وبنعيمه وجنته في الآخرة وبالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك أو إعجاب، ودوس على كلمة الاشتراك أو سبسكرايب عشان تشترك معنا في القناة وتدعمنا، وكمان ما تنساش تفعل علامة الجرس علشان كل ما نعمل فيديو جديد يوصلك تنويه، وطبعا هتعمل شير لأصحابك عشان